واللي مثل ما انتم شايفين حبايبي الساكورا قرر انه يتزوج، بس ولكن عشان يتزوج حبايبنا لازم شي طقم يكون بلوز. سو هلو حبايبنا الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. يا احلى ناس، رجعت لكم مقطع جديد يا صديقي. طبعا شباب مثل ما تشوفوا المقطع، شباب ساكورا بده يتزوج وخلص لازم ندبر له شيء طقم بلوس. سو حبايبنا الكرام، قبل بلش المقطع حبايبنا لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. يا احلى ناس، ولا تنسونا باللايكات وشيرات وبارتجات يا حلوين. وخلينا ندخل شباب على المتجر الهكر اللي نزل من شوي. سو حبايبنا الكرام، خلينا نشوف وين بدل المتجر هكر معلم كان هون. وين راح؟ وين راح؟ وين راح؟ هذا هو حبايبنا مثل ما انتم شايفين يا اساطير، عندنا هون نزل حدث متجر هكر شباب. نزل هذا السكين الابيض، الشيء حلو شباب يعني عن جد بلو. سو حبايبنا قبل ما نعمل اي شيء لازم نختار السكنات اللي لازم نجيبهم، يعني فهمتوا علي كيف حبيبي والله. وندخل على الجائزه الاضافيه شباب. هون عندنا هون كاتب لديك 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 هون عادتنا لديك. اوكي شوفي ما عندنا، يلا خلينا نجيب بطاقات حاضنه حبايبنا هيك بيلزمونا لوز اللوز. سو حزمه العريس اللي شو اسمه هذا القرمزي، لا معلم لا 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 رح نسميه حزمه العريس معلم ساكورا. اليوم الساكورا شباب رح نجيب نظبط له طقم ورح نشوف له عروس حبايبنا. اوكي يلا سو اول زعبه حبايبنا اللي سوا شوي هون شو مكتوب هون يعني. قولي شباب ضافوا شيء حلو بالمتجر هكر، لاحظتوا انه نقدر. يا سلام عليك يا جميل، يا سلام ظبطونا هالشغله يا شباب والله. صار اضافات حلوه بالمتجر، شوفوا مثل ما انتم شايفين صاروا يحطوا هيك اشياء هيك لما تعمل زوم يطلع الاشكال السكنات. هي حبيبي والله والله الحارس لا لازم الحارس مو الحارس، ايش في شايفين شباب والله صاير يطلع هيك. انا بنعمل زوم حلو والله، كثير حلو هي اضافه كثير حلوه. وصرنا نقدر يعني اذا تخربطنا نقدر نرجع يعني نختار من اول وجديد. حلو كثير حلو حبيبنا. سو يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم شباب. عجب هل ما هل يا ترى الطقم الساكورا راح يكلفنا كثير ولا لنشوف. اوكي يلا نشوف معلم كم راح يكلفنا، هات لنشوف. لا تذكرين مره اخرى ابلع ليتس جو حبيبي والله. اوه اقسم بالله شباب كانت والله كانت تسعه يعني قبل حبيبي والله والله يعني لا هي مبينه يعني شباب يعني ليش هيك سبحان الله ليش هيك شباب يعني ما اعرف اذا لاحظتوا حبايبي لما بلف انا دائما بيوقف يا قبله يا البعده يعني يعني عن جد يعني ليش بخلونا هيك يعني يلعبوا باعصابنا هيك يا شباب. فرج شوفوا 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 شفتوا 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 ابدا ابدا شباب يعني تحسوا يعني في الامر يعني مقصود حبيبي والله. اوكي كم باقي على السحب؟ يلا واحد اثنين ابلع التمانو. ايوه 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 بيض يا سلام بيض والله. انا بعرف شباب انا حاسس وبعرف انه يعني راح تكلفنا من هون يعني خلاص مبينه 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 شباب مبينه والله مبينه مبينه. ها شفتوا والله عرفت اقسم بالله عرفت شباب راح يكلفنا هذا الطقم. بس يلا ما ايش معلم لازم نلبس الكوره معلم. تمام هات لا شفت لك عصرت على هات لا شفت اكيد. خلينا نروح نشوف اول السكين حبايبنا. سوى شوي ساكورا خلاص ساكورا اليوم راح نطقمه شباب. اليوم ساكورا اليوم راح يلبس الطقم ويكون وضعه لوز اللوز. هات لا شوف اول شيء شباب الطقم كيف شكله حبيبي والله. شوفوا لي التشكيته هي لا وقف شوي التشكيته والشعرات والحذاء. لا والله شاب شيء انتيكا شيء باللوز صراحه شيء حلو والله ما توقعت يكون هيك شكل هذا السكين حبايبي. انا فكرت يعني شباب لما نزل الحدث فكرت هذا السكين نزل من فتره بس لا سالت الشباب اللي عندي وقالوا لي لا عليكم هذا مو نازل يعني جديد هذا. اوكي خلينا نفتحه شباب نشوف نعمل اوكي نجي لهون وينه وينه. لا يا زلمه ها هذا هو يا سلام علي. خلينا نشوف من مره شباب كيف شكله حبيبي والله. لا هلا شباب بما انه شباب قلنا استقم لازم يكون الساكورا يعني معلم الساكورا المحبوب حبيبي والله. اليوم يا شباب الساكورا حيكون وضع لوس. يا سلام عليك شباب فرجوا لي على هذا السكين اعطوني رايكم بالتعليقات حبايبنا. سو خلينا ندخل على التدريب او ندخل على التدريب. يلا تعالوا ندخل على التدريب شباب نجرب نشوف شو كيف وضع هذا السكين حبيبي والله. ليتس جو. يا سلام عليك يا جميل، ايه الحلاوه دي؟ ايه شو هالطقم هذا؟ شو هالطقم؟ شو هال شو هال شو هالاناقه؟ اتفرجوا
شوف البطريق معلم عم يفرج بطريق. شوف شكل البطريق معلم. خلينا نرخز. عم يسفوا له معلم. شوف البطريق عم يسفل عم يسفوا له عم يقول له انت باليوم باللوز معلم حبيبي والله. اوكي تعال هون. خلينا ندخل شوف هذا السكين شباب كيف شكله باللعب. تمام بعرف كثير منكم شباب بيحبوا يعني هذا الشيء. نفرجيكم كيف الشكل السكين ولا اشياء البلوز حبيبي والله. تعال نشوف. ول هذا نشوف ابو شباب بالشمس كيف وضعه معلم. خلينا نشوف على العروس هاي يمكن نشوف ما في. خلينا نبحث اي شوي بنت. ها هي 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 عروسه 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 مش الحال عروس. لا ما بدها ما بدها يا زلمه. هذا الزلمه طلع شاب طلع جعفر حبيبي والله. بدنا خلينا نبحث عن عروسه للساكوره شاب. وين في عروسه؟ ايش في هون؟ ول العمى شباب عميانين من الصبح يخرب بيت سنتون. طول بالك معلم طولي بالك. تعالوا تعال نفرجيهم الهيد شوتات من الصبح على الصبح شباب. تعالوا ابلع يلا على اللوبي يلا على اللوبي. ايش في؟ ها ها لا فكرت لك لا فكرت شفت لك لا يمكن شفنا العروسه معلم. يا اخي هي 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 ما تخلينا نعمل شيء يلا. هي والله وقفت معلم. تعال نشوف شوف العروسه. زلمه هذول ما والله ما هذول معلم. هذول هذا حيوان. هذا ما يفهم يا اخي. شايفنا مسالم. ما تضرب. اي عجي يا اخي. هذول شو هم يا اخي؟ شو هذول؟ شو هم يا الله؟ شو هذول؟ ما بدهم شكلهم. خلينا معلم. ها هي هي توقف شوي. ما بشوف العالم. شوف العالم جيمستان. ها شفنا العروسه والله كفو. عروسه ما ح... ما 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 لم تمشي للوضع. فهد اسمه فهد لم... والله يا شباب ثواني شوي. ما شفنا العروسه. اي والله شباب ما شفنا العروسه. اوكي شباب لازم الان نشوف يعني شوف له عروسه للساكورا. خلينا نشوف هذا حد وشو وضع معلم. هذا نشوف شو عم بيعمل. اوه عدو شوف الساكورا معلم. شوف العريس يا زلمة. عريس ساكورا لازم عروسة يا زلمة حبيبي والله. ساكورا عريس يا زلمة لكن... طول بالك يا زلمة. انا بشوف لك احلى عروس. لو لون ايه ما تشلون شلون هات نشوف. ثواني بشوف لك احلى عروس يلا. واي هلا خلاص شباب خلاص الساكورا وضعه صار لوز اليوم وشفنا له عروسه وكل شيء. او ماي جاد وضعه لوز خلاص شباب وضعه لوز. اوكي حبايبنا الكرام ان شاء الله عجبكم مقطعنا اليوم حبايبنا. لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات حبايبنا الله يسعدكم. ونشوفكم مقاطع جديده. السلام عليكم.